السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده النهاردة المخرج بتاع السخان معايا. هنحل الوصلة القديمة دي اللي أنا كنت مركبها، طبعا عشان الشركة وهي تكبس معايا الخط السخن الآخر، لأن لو دي مش راكبة هو بيكبس، من بدل ما يكبس الخطين ده لوحده وده لوحده وأطبقهم، فأنا بركب معايا الوصلة دي ويكبس من أي اتجاه، من السخن أو البارد، يوصلوا لبعض. طبعا انا حليت الوصله القديمه هي، وهحل طبعا هحل النبل النيكل ده هو، عشان انا هركب مكانه محبس عشان يقفل عن السخان واتحكم فيه، عشان مش كل ما هتحصل حاجه في السخان او اغير وصله او افصله مثلا في الصيف ان انا مثلا اقفل الميه عن الشقه كلها او كده. هنضف برضو الشكل ده كده زي ما انتم شايفين. هركب برضو معايا المحبس اول، هركب له بوش النيكل، الشكل ده كده، هنلف عليه ستوب كده. طبعا خلي بالك برضو، عشان انا قلت كتير وش النيكل ده ممكن وانت بتلف الشعر عليه كده ممكن ان هو يعورك لانه حامي، فانت وانت بتلف طبعا تخلي بالك، وربنا يسترها يا رب. انا بقول لك كده ووريك الحاجات دي لان الحاجات دي طبعا هي حاجات بسيطة، بس ممكن ان انت تتعور مثلا اثناء التركيب وانت بتركبه ولا حاجة. الكوع ده غطسان برضو حوالي نص سنتي، انا هحاول ان انا احاول ان انا اركبه، يعني هحاول معاه تاني، وان ما جابش بقى هضطر ان انا اجيب له اقل سنتي. الحمد لله ان هو ركب وهو خش معايا محكوم بالشكل ده. طبعا هو ممكن يجيب معايا سنة كمان، بس عشان ما اضغطش عليه هو كده راكب اهو، ان شاء الله كويس معانا. خلي وش فوق عشان الوصله اللي هتركب، اللي هي الوصله بتاعت السخان دي. طبعا يا جماعه انا اتكلمت على الوصل دي قبل كده، الوصل دي طبعا في السخان محترمه جدا وكويسه، تتحمل السخونيه وفي نفس الوقت زي ما احنا شايفين المسافه بتاعتها، يعني شوف الماسوره من جوه، الماسوره من جوه طبعا زي ما احنا شايفين، شوف الوسع بتاعها قد ايه، وشوف الوصله العاديه التانيه الفتحه بتاعتها عامله ازاي من جوه بالشكل ده كده اهو، ضيقه برضه عمارة الوصله دي. ده تربط كده معانا هنا الوصله بتاع السخان. طبعا انا هسيبه عشان الشركه تيجي تركبه عشان يخش معانا الضمان، هو موجود ممكن اركبه بس عشان ما نخسرش الضمان، نفتح ده ازاي، نربط سنه ندي له سنه كده بالبنز، سنه كده بالشكل ده كده انا ربطتها. طبعا الجزء ده طيب انا عشان اركب عليه الوصله، ده الوصله معايا عشان اركب عليه كده، الوصله معايا هتتعصر بالشكل ده كده، هتبقى جايه ملفوفه بالشكل ده كده ومش هتنفع. فانا هنعمل ايه؟ هركب لها كوع فرنساوي. هركب الاول وش النيكل ده، هنحط الوش النيكل ده بالشكل ده كده على النيب،
ركب معايا هو المحكوم اهو على النجم بالشكل ده كده. طبعا انا ما حليتش النبل، النبل مربوط طبعا ثابت، وهلف معاه على هنا حتة تفرد مش هعرف اهو بالشكل ده كده، وهربط عليه الكوع دون ده اسمه كوع فرنساوي نص بوصة نيكل عشان يديني نفس المستوى فوق معايا مع الوصل، متبقاش الوصلة معايا وتتعصر مني الوصلة بالشكل ده كده. خليت وش الفوق اهو برضو على اساس يشارك الوصلة الثانية. المنظر طبعا معايا حاجة كويسة جدا بالشكل ده كده، المنظر هو يا دوبك على تركيب السخان، وصلة جميلة تتحمل السخونية المية في نزول المية واسعة غير التانية خالص، وفي منها 30 وفي منها 40 سنتي وفي 50، دي طبعا 50 سنتي الوصل صلب ناشفة 50 سنتي. ويا رب يكون عجبكم الفيديو، وما تنسوش الاشتراك في قناة الجديد اليوم لو عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.